هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، وحاول تشترك في القناة كبير لأن الملخص هيكون خطير، وكمان لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول انتوا أساطير، ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير. فيلمنا النهاردة يبقى الجزء الثالث من سلسلة عالم الحفريات، وهسيب لكم لينك للفيديو فيه الجزء الأول والتاني للي يحب يشوفهم في السريع يعني قبل ما يبدأ أحداث الجزء الثالث اللي بيبدأ بمشهد مرعب ويخطف القلب لسفينة صيد ماشية في نص البحر، وبعد ما اصطادوا شوية كابوريا طلع عليهم الكائن البحر العملاق الهجين من تمساح وكل القفط، فتسبب في انه قلب المركب بالكامل في المية، غير طبعا ان بقى في ديناصورات عايشة مع الناس على الارض بعد ما ميزي فتحت لهم باب المخزن وسمحت لهم يخرجوا، وبعد فترة من الزمن اتكسروا وكتروا وتسببوا في حالات وفاة البشر كتير، وفي بشر اكتر حاولوا يستفيدوا من وجودهم وبقوا بيستخدمهم في اعمال التجارة اللي سنتهم سودة، وده لانهم بيبيعوهم في السوق السوداء، وبسبب ان الموضوع بقى صعب السيطرة عليه الحكومة الامريكية سمحت للمؤسسة العالمية اللي اسمها بايوسين جيناتكس بانهم يدرسوا الديناصورات بشكل اوسع ويعلموا البشر ازاي يتعايشوا في عالم واحد مع الديناصورات. المشهد اللي جاي ده ملوش لازمة اوي، بس فاكرين الاسد اللي قلب قطة قدام الديناصور او رجع ياخد حقه من ديناصور رضيع وكان بيحاول ياكله. المهم ان كلير وكمان واحدة تسللوا المنشأة غير شرعية لصيد الديناصورات وبيصطادوهم عشان يتكاثروا ويبيعوهم، عاملين مزرعة ديناصورات يعني، وكلير شاف الديناصور مريض وبيموت فقررت تهربوا وده عشان تعالجه، ولما خرجوا بيه من المنشأة صاحبهم فرانك راح لهم بعربية وخدوا الديناصور فيها وهربوا بسرعة، لكن امن المنشأة سمعهم فبدأوا يطردوهم وحالفين انهم مش هيسيبوهم، وكمان مسلحين وبيضربوا عليهم نار، وكلير عشان تهرب دخلت في وسط قطيع ديناصورات وهي الوحيدة اللي خرجت منه عايشة، ومش عارف ليه حسيتها متفقة مع الديناصورات، وده لان الديناصورات انتقمت من اللي بيطردوها بطريقة بشعة، وفي نفس الوقت اوين كان عامل فيها كاوبوي او بيلعب ريدد في مهمة مع اصحابه وبيطردوا شوية ديناصورات يعني برية، لحد ما شاف اكبر واحد فيهم وربطه بحبله والديناصور رفض يستسلم، واوين اكتشف انه كان غبي في الحركة دي لحد ما الحبل اتعلق في شجرة وعرف يربط الديناصور فيه وراح بعد كده يلعب معاه عشان يبقوا اصحاب، بالظبط شبه لعبة ريدد او ارك سيرفايفل، بس هي اقرب يعني شوية لريدد، انما ردد مفيش فيها ديناصورات طبعا، بس ممكن يحط فيها ديناصورات في المستقبل مش مشكله. وبعد كده خد ومشى عشان يرجع لبيته، ودي ميزي اللي فتحت القفص للديناصورات في نهايه الجزء الثاني، وكانت عايشه عادي لكن في مجموعه واقفين بعيد وبيراقبوها في صمت، وميزي حبت تتمشى شويه في المكان وبالصدفه قبل الديناصور عملاق من اكلي الاعشاب، وكان مع اصحابه ومعطلين العمال عن شغلهم، فقالت لهم يعملوا ايه عشان يخلصوا من الديناصورات ويخلوها تتحرك، وفعلا خطتها نجحت، وبعد كده رجعت لبيتها الثاني اللي عايشه فيه مع اوين كلير اللي كانوا متضايقين لانها سابت البيت بدون اذنهم، لان ده خطر عليها لانها طفله معدله جينيا مش طبيعيه زي باقي الاطفال والكل بيحاول يوصل لها، وده الديناصور بلوك كان عايش قريب منهم برضو بس بيراقبهم في صمت، وراح عشان يلعب مع طفلته الجديده اللي اسمها بيتا، وراحوا يصطادوا ارنب لكن في ذئب اصطاد الارنب ده قبلهم فقفشوه، وبكده بقى ذئب وارنب يعني عصفورين بحجر واحد، وده مكان فيه محاصيل زراعيه كتير وناس عايشه، لكن فجاه في سرب عملاق بطريقه بشعه من الجراد هجم على المكان، والطفل الطفلين دول خافوا وهربوا، وفي جرادة راحت وراهم فحبسوها وهي عايشة، وصاحبة المزرعة اتصلت بمؤسسة لمقاومة الحشرات عشان تساعدهم، وإيلي راحت لها واتصدمت لما لقت الجراد مسح المحصول بالكامل، ومع كده في محصول تاني قريب منه ما لمسوش، وده لأنه من بذور شركة بايوسين اللي هي المفروض بتحاول تلاقي وسيلة عشان الناس تتعايش مع الديناصورات، وإيلي لما شافت كده عرفت إن الجراد ده معدل جينيا زي الديناصورات كده، وشركة بايوسين هي اللي صنعته، وده عشان تجبر الناس كلها تشتري بذور المحاصيل منها، وبعد كده خدت الجرادة اللي معاهم وراحت تقابل الشخص ده واسمه ألين عشان يحلل الجرادة، فعرف ان فيها جينات لجراد منقرض من ملايين السنين، وبسبب كده بيتكسروا بمعدل فوق الطبيعي، ولما استمروا على الوضع ده لمدة سنة واحدة العالم كامل هيدخل في مجاعة، وكمان كل المواشي والطيور هتموت لانهم مش هيلاقوا اكل، وفوق كده طبعا شركة بايسن مش هتقدر تكفي العالم كله من المحاصيل، فمشروعها اللي هم بينصبوا فيه على الناس مشروع فاشل، وقالت له عشان كده لازم تساعدنا عشان نوقف شركة بايسن عند حدها ونحاول نصلح المشكلة دي في اسرع وقت، فوافق يساعدها، وبيتا راحت تلعب مع ميزي ففرحت بيها، لكن بلو امها وصلت وكانت خايفه على طفلها، واوين ظهر قدامها وبحكم انهم اصحاب من زمان عرف يسيطر عليها واقنعها تاخد طفلها وتمشي في سلام، لكن لما مشيت كان مستغرب ازاي بقى عندها طفل مع ان ده مستحيل، وكان بيحاول يراقبها عشان يعرف ازاي ده حصل، لكن ما لحقش يوصل لهم لان نفس الشخص اللي كان بيراقب ميزي في صمت عرف يخطف بيتا من امها وضرب بلو بالعربيه بتاعته وخد بيتا وهرب عن طريق الكوبري اللي بالصدفه لقى ميزي ماشي
ماشية يعني، ففرح لانه كان ناوي يخطف ميزي برضو، فخدها معاه وبكده يكون ضرب عصفورين بحجر واحد. واوين شاف اللي حصل لكن كان بايده معرفش ينقذها، فرجع بسرعة للبيت وخد سلاحه وقال لكلير تجهز العربية عشان يطردوهم. لكن لما خرجت اتصدمت ببلو في وشها، واوين خرج بسرعة وعرف يقنع بلو تهدى ووعدها بانه هيرجع لها طفلتها، فسابتهم ومشيت. وكلير لجأت لفرانكلين صاحبها عشان يساعدهم في انهم يتعرفوا على الشخص اللي خطف ميزي والديناصور، فجاب لهم صورته وقال لهم ان اسمه راين ديلاكورت، وقال لهم ممكن يلاقوه في مالطا، وكمان قال لهم لما تروحوا هناك في واحد اسمه باري هيقابلكم ويساعدكم في اللي هتعملوه. وإيلي قال انهم في الطريق لشركه بايسون شافوا بعض المحميات اللي الشركه مصممها للديناصورات، وكان فيها ديناصورات عملاقه جدا وكمان ديناصورات اكلت لحوم وحاجات كده شكلها جميل جدا بصراحه. بس طبعا ما اتمناش اكون واقف قدام واحد منهم يعني. ولما وصلوا لمقر الشركه قابلوا الشخص ده واسمه ايان، وبداوا يكلموه عن المشكله اللي قابلوها وعن سرعه تكاثر الجراد بطريقه مرعبه، فبعد عن الكاميرات عشان ما حدش يشوفه. وقال لي إيلي انه فعلا سمع عن الكلام ده وقال لها على المكان اللي هتلاقي الجراد موجود فيه في المنشاه، وكمان ادها الصور بتاعه عشان تقدر تفتح اي باب يقابلها وتتحرك بكل حريتها في المنشاه، وسابها ومشي. وفي نفس الوقت هنري الدكتور الجيني المصمم لكل الكوارث دي كان بيحاول يقنع صاحب الشركه انه يعدم الجراد ويلغي المشروع لانه بدا يبقى خطر وخارج عن السيطره بسبب انهم ما بيموتوش وكمان بيتكسروا بطريقه مرعبه، لكن صاحب المؤسسه رفض وقال له احنا لقينا البنت ويقصد على ميزي، وكمان معاها الديناصور ابن بلو اللي والدته من تلقاء نفسها زي ما انت صممتها، وده لانه كان حاطط فيها جينات حيوان بيولد من تلقاء نفسه. وديلاكورت اللي خطف بنت والديناصور وصل لموقع تسليمهم وساب البنت مع ناس كانوا في انتظارهم وسلم الديناصور لواحده اسمها كايلا وقال لها توصلوا في مكان معين، لكن لما شافت ان معاهم طفله مخطوفه استغربت وقالت له طب وبتعملوا ايه بدي، فقال لها مالكيش علاقه، فخدت فلوسها وسابته ومشيت. واوين وكلير وصلوا لمالطا وهناك قابلوا باري اللي خدهم لمكان غريب ويعتبر سوق مزادات لبيع الديناصورات، وكمان كانوا بيستخدموهم كنظام العاب قتاليه في الحلبات من اجل التسليه. وفي نفس الوقت كايلا كانت في نفس المكان بالصدفه، ولما شافت كلير حست انها لسه ورقه خضراء ومالهاش في المرمطه، فراحت وراها وقالت لها انا ما اعرفكيش بس انصحك تخرجي من المكان ده لان الغلطه فيه بموته. وكلير قالت لها انا هنا ببحث عن الطفله دي، ووريتها صورتها، وكايلا لما شافت الصوره قالت لها انا شفتها بصراحه لكن للاسف مش هقدر اساعدك، وسابتها ومشيت. وفي نفس الوقت باري شاف ديلاكورت وكان بيراقبه ومعاه فرقه كامله عشان كانوا محتاجين يقبضوا عليه اصلا، هو والبنت اللي استلمت ميزي، وفجاه هجموا عليهم لانهم كانوا بيحاولوا يهربوا ديناصورات بس كلهم عرفوا يهربوا، وديلاكورت دخل في سوق الديناصورات تاني عشان يهرب، لكن اوين طار وراه وحاول يمسكه، وبسبب المطارده اللي بينهم فتحوا فصل ديناصورات قويه جدا واكلت لحوم ومسكوا ديلاكورت. واوين استغل الفرصه وساله فين ميزي، فقال له انا سلمتها لسانتوس وما اعرفش حاجه عنها، وسانتوس دي يقصد بها البنت اللي كانت لابسه ابيض واستلمتها. وبعد كده في ديناصور ابن حلال وصل وكل دماغ صاحبنا لانه بيحب الادمغه، والشرطه عرفت تقبض على الراجل اللي هرب بشحنه الديناصورات، لكن سانتوس قالت له يفتح لهم الاقفاص عشان لما يخرجوا تامرهم يخلصوا على الشرطه، وكانت عامله لهم ليزر بتوجه الديناصورات بيه على اعدائها، وفعلا بدات تطاردهم. وسانتوس بتتفرج على اللي بيحصل من بعيد لحد ما كلير شافتها وراحت وراها، وسانتوس كانت هتقتلها لكن كلير ضربتها بالصاعق، وسانتوس قالت لها ما ينفعش تستعمليها على البشر. يا شيخه وانت يعني اللي ينفع تقتليها عادي؟ صح انا اصلا من اول ما شفتك وانا حاسس ان انت مستفزه وبنت، مش بلاش مش هتكلم. وبعد ما خافت من تهديد الصاعق قالت لكلير ان بنتها في طريقها لمؤسسه بايسون، وفجاه في ديناصور وصل والخنزيره دي امرته يهجم على كلير، وكلير كهربته وهربت، والديناصور طار وراها وحالف انه مش هيسيبها. والمطارده بينهم كانت صعبه جدا ومرعبه وكلها مشقه لحد ما كايلا شافتها وهي بتهرب فقررت تساعدها وخدتها وهربوا مع بعض. وباري واوين شافوا سانتوس وباري هددها بالسلاح، واوين راح عشان يساعد كلير في انهم يرجعوا بنتهم، لكن الحربايه دي وجهت الليزر عليه والديناصورات طردته وكانت سريعه جدا. وفي نفس الوقت في ديناصور بيطارد كلير اللي بتهرب مع كايلا وحالف انه يقفشهم، لكن عرفوا يتخلصوا منه بخطه لطيفه وخفيفه، وراحوا ركبوا طياره كايلا وقعدوا يستنوا اوين اللي لسه بيعاني مع الاثنين اللي بيطاردوه. والمطارده بينهم كلها مخاطر، وكل ما يقربوا يقفشوه يخلع منهم، والوضع كان خطر جدا يعني لو وقع وقع كده ولا كده خلاص هيكون راح فيها، لحد ما وصل لكلير وعرف يدخل الطياره على اخر لحظه، وفي ديناصور دخل معاه، لكن من حسن حظهم ان الموتوسيكل وقع فوقه وخدوا ونزلوا مع بعض في البحر. ودكتور هنري قابل ميزي واعتذر لها على انهم خطفوها، وقال لها انا محتاجك عشان استخدم جيناتك في اني اصلح اكبر غلطه في حياتي وهي اني اخلص على الجراد ده. وإيلي وقال ان وصلوا لاماكن سريه وممنوع حد يدخلها بدون السوار، وطبعا هم معاهم سوار ايان وعشان كده عرفوا يمشوا براحتهم في المنشاه، ودخلوا للمكان اللي محتفظين بالجراد فيه عشان ياخدوا عينه، واول ما مسكوا جراده لقوها بتعمل اصوات غريبه والجراد كله كان بيستجيب ليها. وميزي استغلت الفرصه ان هنري بيكلم صاحب المنشاه وخدت السوار بتاعه واستخدمته عشان تحرر بيتا،
اللي كانوا قابضين عليها جنبها وهربوا مع بعض، لكن شافوهم وفعلوا جهاز الانذار، وبسبب صوته الجرد كله بدا ينفعل وهجم على الي والين، وحاولوا يهربوا بسرعه لكن الاسوره وقعت من ايدهم، وبعد عنها عرفوا يهربوا. وميزي شافتهم اول ما خرجوا وتعرفت عليهم لانهم علماء مشهورين جدا في مجال الديناصورات والحفريات والكلام ده، وكمان هما الاثنين عرفوها وقالوا لها لازم نهرب من هنا بسرعه. وفي نفس الوقت كايلا وصلت للمنشاه عشان تساعد كلير واوين في انهم يرجعوا بنتهم، لكن المنشاه عرفت بوجودهم وبعتت لهم طائر عملاق جدا وما يعرفش اللي زار معنا. والطائر ده كان يشبه الطيور اللي في فيلم افاتار، واللي ما شافش فيلم افاتار طبعا يعني فاتوا كتير جدا، فانا هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف، ده اللي يحب يشوفه وصدقني يعني هتتبسط، مع اني ما ظنش ان ممكن ما يكونش حد شافه يعني. المهم ان الطائر ده هجم عليهم ودمر الطائره، وللاسف ما كانش فيها غير باراشوت واحد، ووين قال لي كلير تطير بالكرسي بتاعها وهو هيحاول يعيش ويروح وراها، ولما ودعها طارت بالكرسي وحست بالامان بعد ما الباراشوت اتفتح، لكن ما فرحتش كتير لان في ديناصورات طائره قطعت الباراشوت ووقعت فوق شجر، وكمان كايلا واوين عملوا هبوط صعب جدا بالطياره. وايلي وقال ان هم في طريقهم قابلوا موظف اسمه رمزي وشغال في المنشاه وكان عارف اللي هم بيعملوه، لكن ساعدهم لانه محتاج يفضح الفساد اللي بيحصل، وركبهم في كابينه شبه القطر عشان يخرجوا من المنشاه. وكلير كانت لسه عايشه لكن متشعلقه بالكرسي، وفجاه لقت ديناصور شكله غريب جدا وراها فخافت وحاولت تثبت لحد ما يمشي، وبعد كده حاولت تهرب لكن للاسف شافها وراح وراها، وهي بتقول يا رب ما يكون شافني. وعشان تهرب منه غطست في بركه ميه وهي مرعوبه فسابها ومشي. واوين وكالا طلعوا لسه عايشين، لكن كالا حزنت جدا على طيارتها اللي اتدمرت وما لحقتش تحزن كتير برضو، لانهم اكتشفوا ان في وراهم ديناصور وشكله برضه غريب وتحس انه متهجم مع دي كاندي. والله الديناصورات يعني اتقلت قيمتها بعد ما عاشت مع البشر. قال ويقول لك اقوى مننا، ده احنا عملناك بريش احمر يالا. ولما حاولوا يهربوا منه التلج اتكسر واول وقع في الميه فنط وراه وطلع بيعرف يعوم، لكن قبل ما ياكله خلاص كيلا انقذته في اخر لحظه وخدته وهربوا. والديناصور كان زعلان قوي انهم هربوا منه، وكيلا قالت لاوين ما تقلقش لاننا هنلاقي كلير لان الكرسي اللي هي نطت بيه فيه جهاز جي بي اس. وصاحب الشركه لما عرف ان ايلي وآلان خدوا عينه من الجراد اتصدم، لانه مستحيل يعرفوا يوصلوا للمكان ده، لكن شاف في الكاميرات ان ايان هو اللي اداهم الصور بتاعه، فقرر انه يقفل عليهم كهربه الكبسوله اللي كانوا بيهربوا بيها عشان ما يعرفوش يخرجوا من المنشاه، لانهم هيضطروا ينزلوا ويكملوا هروبهم مشي في اماكن مرعبه ما حدش يحب يمشي فيها، وبنسبه كبيره مش هيخرجوا لانهم هيتاكلوا. وصاحب المنشاه قابل ايان وقال له انت مطرود وتقدر تسلم الامن للسوره بتاعتك ده لو كانت معاك يعني. ووين وصل مع كالا عند الكرسي اللي كلير كانت طارت بيه من الطياره، لكن ما لقاهاش طبعا، بس اتصدموا يا عيني لما شافوا ديناصور اكل لحوم مرعب في وشهم فاستخبوا. وفجاه في ديناصور تاني قوي جدا ظهر، وهم الاثنين يعني طلبت معاهم غباوه وبداوا يتغابوا على بعض لحد ما واحد منهم انسحب وقال لما اخلع بعمر احسن. ورمزي اللي هرب ايلي وقال ان راح لايان قبل ما يخرج من المنشاه واداله عربيه عشان يحاول يروح ينقذهم قبل ما يتاكلوا. والجماعه دول في نفس الوقت لقوا نفسهم متحاصرين بديناصور حسيتهم اقرب للتماسيح، لان هم كانوا يشبهوا التماسيح بشكل اكبر وكانوا حالفين ياكلوهم، فحاولوا يهربوا من اي اتجاه لحد ما اكتشفوا انهم جنب باب لكن مقفول بكود ومش عارفين يفتحوه. وفي نفس الوقت ايان وصل عندهم وحاول يفتح الباب باي طريقه لكن مش عارف كود الفتح هو كمان، والديناصورات دي قربت منهم خلاص وايان مش عارف يتصرف، لكن رمزي شافهم في الكاميرات وعرف يفتح لهم الباب من مركز التحكم الرئيسي، وخرجوا بسرعه على اخر لحظه وقفلوا وراهم. وبكده يعتبروا هربوا وهم معاهم الحمض النووي للجراد اللي هيثبت اداءه الشركه واعمالها القذره. وكلير لسه ماشيه في الغابه وغرقت المكان ما لما اكتشفت انها متحاصره بديناصورات من كل ناحيه، وكمان في واحد منهم واقف في وشها وكان خلاص يعني هيجي على نفسه وياكلها بميتها، لكن اوين وصل لها ولحقها، وصاحب المؤسسه مسح كل ملفات الخاصه بابحاث الجراد وكمان حرق المعمل اللي محتفظ فيه بالجراد عشان يخفي اي حاجه تخص الاختراع ده، وده لانه ممكن ينهي مستقبله كامل ويدمر شركته. والجراد عرف يدمر غرفه الاحتواء، وده لانه كتير وخرج من المنشاه وهو مولع لدرجه انك تحس انه مفرقعات ناريه، وبدا يموت في الغابه ووقع فيها وتسبب ان في اعمال حريق حصلت فيها، وكمان اتسبب ان ايان عمل حادثه بالعربيه اللي بيهربوا بيها ووقعوا كلهم بالصدفه قدام اوين وكلير. شفت الصدفه؟ العالم ده والله يا جدعان. وبكده العيله اتلم شملها من تاني، وبما ان عددهم حلو ويعتبر وجبه حلوه، في ديناصور عملاق ظهر في وشهم وقالن قال لهم ده اكبر ديناصور اكل لحوم في الكوكب كله، فحاولوا يستخبوا منه لكن بدون فايده، وايان انقذهم قبل ما يتاكلوا وعرفوا يهربوا منه بعد معاناه، والغابه كامله اتحرقت بسبب الجراد، والديناصورات بقت في حاله اضطراب. وصاحب الشركه اتضايق وشاف مستقبله بيتدمر قدام عينه وامر باخلاء المنشاه بالكامل،
وكل الديناصورات بدأت تتوجه لأقرب مكان آمن، وهو مكان المؤسسة مصممة ليهم برضو في حالة الخطر. وبعد كده صاحب المنشأة استدعى رمزي عشان ينظموا خطة هروبهم مع بعض، لكن رمزي رفض يسمع كلامه وقال له أنا مش زيك وأنا اللي دبرت كل ده عشان أفضح شغلك القذر. وبعد كده راح لأوين والفرقة اللي معاه، وأوين قرر إنه ينزل يبحث عن الديناصور الطفل ابن بلو، وده عشان يرجعه معاهم وهم راجعين. وصاحب الشركة قرر إنه يهرب لوحده واستخدم الكبسولة اللي تشبه المترو عشان يخرج من الجزيرة. وكلير وألم فصلوا الكهرباء عن المنشأة كاملة، وده لأن رمزي هو اللي طلب منهم كده عشان يفعل نظام الأمان والحيوانات ما تهربش، وده تسبب في إن العربية اللي صاحب المنشأة فيها فصلت بسبب انقطاع الكهرباء. وأوين وصل لبيتا وميزي وألين شغلوها لحد ما أوين ضربها طلقة مخدر فتخدرت وخدوها، وصاحب المنشأة اضطر يخرج من الكبسولة اللي كان فيها عشان يكمل خروجه ماشي، لكن اتصدم بديناصور في وشه فخاف وحاول يهرب ورجع للكبسولة تاني، لكن الديناصور دخل وراه وكمان جايب أصحابه، ومن باب الإهانة شخوا عليه قبل ما ياكلوه، وهو يستاهل بصراحة يعني. وكلهم اتجمعوا تاني وراحوا ياخدوا طيارة عشان يخرجوا من مكان الموبوء ده، فاتصدموا لما شافوا هنري قدامهم وقالوا له انت السبب في كل ده، فقال لهم انا بحاول اصلح غلطي، واقنعهم بكده فوافقوا وخدوه معاهم. وقبل ما يتحركوا اكتشفوا انهم بين ديناصورين اكلين لحوم، وكانوا جايين هنا عشان يتخانقوا مع بعض لانهم محتاجين يشوفوا مين فيهم الاقوى، والمعركه كانت شغاله فوق رؤوسهم، والديناصور القوي قتل اول عدو وبعد كده سابه عشان يقتل العدو اللي بعده. والجماعه دول استغلوا الفرصه وهربوا، لكن شافوا ان الديناصور اللي مات ده لسه ماتش وكان بيمثل، واتحد مع ديناصور تاني، وهم الاتنين مع بعض خلصوا على اقوى ديناصور الارض شافته، وبقوا اصحابه وزمايل. والجماعه اللي هربوا بداوا يقولوا على كل الفساد اللي شافوه في الاخبار، والدكتور هنري عارف يوصل لحل يوقف باقي الجراد عن انه ياكل المحاصيل، وكمان يبعد عن اماكن تواجد البشر. والحكومة قررت انها تسيب الديناصورات عايشة في الجزيرة اللي المنشأة دي كانت فيها، وبكده هيكونوا منعزلين عن عالم البشر وعايشين في حالهم. وكالا جابت طيارة تانية غير اللي اتدمرت منها، واوين رجع لبيته تاني وهو معاه بيتا اللي رجعت لامها، وامها استقبلتها وهي فرحانة بها جدا، وودعوا اوين وعيلته ومشيوا. وقبل ما اوين يمشي بلو رجعت تانية عشان تودعه حلو وتشكره، وبكده الديناصورات رجعت خلاص للارض رسمي فهمي نظمي. وكمان اكتر حاجة مخوفاني الكائن البحر العملاق ده، والله انا مش عارف اقتنع لحد دلوقتي. يا جدعان احنا في مصيف وصيف. واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.